وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تسأل أن زوجها يريدها من ورائها ومن خلفها، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ هل توافق على ذلك؟ لا توافقه ولا يجوز، فإن ذلك حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الحيضة والدبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأته في دبرها. دابا السائلة كتسول واش يجوز أنها توافق على داك الشيء، لأنه تيتقلق مهما كان يتقلق ولا ما يتقلق فلا يجوز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ما يجوز للإنسان أن يعين الآخر على معصية الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول للشيطان عون على أخيك. فمعناه ملعون، يعني كيلعن الله عز وجل. إنسان اللي كي يعني يجامع زوجته في دبرها فإنه ملعون، لقوله: ملعون من أتى امرأته في دبرها. شنو ملعون؟ مطرود من رحمة الله وأبعده الله من رحمته، والعياذ بالله. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الحيضة والدبر. جوج حالات لا يجوز للإنسان أن يغشي فيهما زوجته، حالة الحيض والنفاس وحالة الدبر. إذا هذا حرام فلا يجوز، ولا توافقه على ذلك، وإن غضب عليها فغضبه يعود عليه، والله أعلم.